هو سأل ما رأيكم في صلاح الدين، هل كان أشعريا؟ الجواب نعم، يعني كان من عوام الأشاعرة، ولكن لم يكن من متكلميهم أو منظريهم، بل كان يعني يحسن الظن فيهم ومن عوام الأشاعرة. أخي جاسر بارك الله فيك، المايك فقط منك، تفضل مرة أخرى تفضل. طبعا صلاح الدين قرر تدريس العقيدة الأشعرية في مصر في الأزهر، وكان لذلك سبب، يعني بعد تحرير مصر من أيدي العبيديين، كان العبيديون يعني أهل باطنية وأهل حجج عقلية، تدرون الباطنية، واحتاج صلاح الدين إلى من يردون على الباطنية. كان في ذلك الوقت الذي يرد على الباطنية هم يعني الأشاعرة والمتكلم العراقي، وكانت ردودهم جيدة يعني على الباطنية وكذا، فقرر يعني تدريس العقيدة الأشعرية، وأتى بمشايخ الأشاعرة في الأزهر، خصوصا أنه مصر كانت في فترة نقاهة بعد حكم العبيديين الباطنية ووجود بعض دعاتهم. على كل حال، القول الفصل نقول أنه كان على ضلالة في مسألة العقيدة، أقول هذا، ولا نخشى شيئا إن شاء الله، المسألة ليست مسألة تقية. فأيضا من الأصول التي عند أهل السنة والجماعة أن المرء، أن الإنسان الواحد أو الشخص الواحد قد يجتمع فيه موجبات محبته، ويجتمع أيضا فيه في نفس الوقت موجبات تضليله وتقطعته لخطأ في عقيدته أو كذا. جزاكم الله خيرا يا أخ جاسر. سمير يكتب لي هل توافق؟ أنا حقيقة فقط عندي مسألة أخ جاسر، والله أنا ما أعلمها، يعني فقط مسألة واحدة. نحن نعلم أن صلاح الدين كان من الأشاعرة، ولكن أنت تعلم أخي بارك الله فيك أن في ذلك العصر الذي كان فيه صلاح الدين، يعني ما نعلم نحن هل أقيمت على صلاح الدين الحجة، هل يعني هل تكلم معه أحد في هذه المسألة؟ إذا هل نقول كان، نقول نحن كان عنده هذه العقيدة خطأ أو ضلال في هذه القضية، ولكن هو بذاته هل نضلله؟ تفضل بارك الله فيك. نعم، حتى لو لم تقم عليه الحجة أخي، يعني هو كان ضالا في العقيدة، هل يسمى ضالا أم لا يسمى ضالا؟ الصحيح أنه يسمى ضالا، الصحيح أنه يسمى ضالا، وهذا يرجع فيه إلى أصول أهل السنة والجماعة. صحيح أن صلاح الدين لم يكن من الأشاعر المتكلمين، ولا كان من منظريهم، بل كان عاميا من عوام الأشاعرة، يعني كما ذكرت أنه كان في بيئة ينتشر فيها التمشعر، فأن أمر إن شاء الله واضح. تفضل أخي بارك الله فيك. المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن التضليل أو التفريق لا يقوم إلا بعد إقامة حجة، فأنا ما أدري من أين أتت مسألة أن التضليل من دون إقامة الحجة. على هذا الضابط الذي وضعته أخي بارك الله فيك، معناه أخي جاسر، معناه يجب أن نضلل ابن حجر، ويجب أن نضلل النووي، ويجب أن نضلل حتى يعني بعض العلماء الذي اجتهدوا في بعض المسائل، ونحن ما نعلم أن أقيمت عليه الحجة. هل تقول عن ابن حجر أو ابن خزيمة مثلا، أو خلينا نتكلم عن النووي، هل نقول عنهم ضلال؟ تفضل. يعني لو قلت أن مثلا ابن حجر والنووي كان ضالا في مسألة الصفات، لا بأس، هذا من باب الوصف ومن باب يعني ذكر الحقيقة، ووصف الحقيقة كما يقال لا يمكن أسوأ من الحقيقة نفسها، لا يمكن أن يكون أسوأ من الحقيقة نفسها، ومجرد وصف. أما المؤاخذة إقامة الحجة إنما هي للمؤاخذة. نعم، بارك الله فيك أخي، جزاك الله خير، فهمنا. ولكن المسألة هي هكذا، هل لك سلف في هذا الكلام أخ جاسر؟ من قال مثلا عن ابن حجر من علماء الجرح والتعديل الذين أتوا بعده، من قال عنه أنه كان ضالا، أو مثلا عن النووي؟ أنا فهمت ماذا تريد أن تقصد الآن بكلمة ضلال، ولكن أنا الذي نعلمه من عقيدة أهل السنة أن أحد ما قال هذا الأمر عن ابن حجر أو النووي، أحد منهم ما قال هذا الكلام، وإنما قال كان عندهم الضلال في المعتقد، لأنه كانت عقيدتهم عقيدة مخالفة لأهل السنة والجماعة. كان الله ولا مكان، وهو الآن على مكان. كان
الله.